بمعرض جماعي يضم 8 أعمال لفنانين مغاربة وأجانب بمنتزه بير دي كاريس بطنجة، انطلقت فعالية الدورة 3 لمهرجان لاند آرت بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وتتناول الأعمال 8 التي أبدعت باستعمال مواد طبيعية جانبا من جوانب البيئة والحياة البرية، في محاولة لتحسيس زوار هذه الغابة الحضرية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية الأوساط الطبيعية. يهدف هذا المعرض إلى تقريب الجمهور من الإبداع الفني بأبسط شكل ممكن، ومن المعروف أن الجمهور والفنانين المغاربة لم يعتادوا على مثل هذا النوع من الفن، ولذلك قمنا بتنظيم هذا المهرجان الذي يشارك فيه عدة فنانين من جنسيات مختلفة. لقد تم استدعائي لهذا المعرض رغم كوني لست بالضرورة متخصصا في فن الأرض، لكنني أقوم بتصميم أقنعة مختلفة وقد بدأت هذا العمل منذ السنة الماضية. جمعية زنقة 90 للثقافة وجمعية واد للتواصل المنظمتان للمهرجان تهدفان إلى ترسيخ الإبداع الفني من خلال معارض جماعية بمشاركة 10 فنانين من المغرب وفرنسا وبلجيكا في لحظة تحتفي بالإبداع الفني النابع من قلب الطبيعة وتقريب الإبداع إلى عموم المغاربة خاصة زوار المنتزهات والغابات الحضرية. خدمت على واحد الشجرة هي متضررة وخدمت فيها، عملت العلاقة الفنان مع الطبيعة وخدمت لاماتيغ ديال الصوف، لأنني أنا لبست واحد الشجرة واحد المادة اللي هي طبيعية ولأنها كتعطي واحد الدفء واحد يعني واحد اللباس. كنشتغل على الورق من انطلاقا من مواد طبيعية يعني النباتات، وكذلك طرحها لي بالبحرية. العمل ديالي اللي شاركت به دابا في مهرجان لافلاطا هو عمل كيجمع ما بين جوج القضايا مهمة كتهم العالم كله اللي هي قضايا المرأة وقضايا البيئة. حاولت أنني نعمل واحد العمل اللي هو عبارة عن حماية ديال الشجرة، لأن كنعرفوا بأن الأشجار كتعرض للاغتصاب من حرائق ومن كسر إلى عدة الأشياء. عملت واحد المجموعة ديال الشخوص اللي كتحيط بهاد الشجرة. ويعتبر مهرجان لاند آرت توجها ضمن الفن المعاصر، تستعمل فيه المواد المستخلصة من الطبيعة مثل الخشب والأرض والأحجار والصخور والرمل والماء لإبداع منحوتات وأعمال فريدة ورائعة يتم إنتاجها وعرضها بالفضاء الخارجي وتركها عرضة لعوامل الحث الطبيعية.